عندنا هنا رشة، عندنا هنا دقيق في طبق، وهنحط هنا رشة جوز الطيب، وهنحط كمان هنا رشة بابريكا، وهنا برضو رشة ملح، هنا توم بودر، وبرضو هنرش بصل بودر على الخلطة ونقلبها كده كويس في بعض. وبعدين هنحط الجمبري الصغير، ونقلبه كده كويس في الخلطة، خلطة الدقيق بالتوابل. وده احلى كريسبي جمبري او كريديس روبيان، جربوه يعجبكم ان شاء الله.